المسجد كما تعلمون التحبيس وهذه المشاركة والمساعدة. قال فاختلفت قصتهم. نحن في هذه الفرحة العارمة والبهجة والسرور، وكلنا فخر بهذا الإنجاز الطيب الكريم وبهذه البشائر في اليوم الوطني للإمام في طبعته الثالثة، وكذا تزامنها مع ربيع الأنوار مولد سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. وقد سطرنا في هذا الصدد بتوجيه من معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وكذا متابعة طيبة من السيد والي الولاية المحترم، برنامجا تريا لنذكر بها المناسبتين الطيبتين. وابتدأناها البارحة بالجمعة بافتتاح مسجد الأمير عبد القادر بالمعلبة ببلدية المجبرة، تخفيفا على المواطنين لانتقالهم، وكذا تسهيلا على أداء الصلوات وصلاة الجمعة على الخصوص. نحن ندشن بتوفيق من الله تعالى مسجد الفتح. هذه التدشينات وهذه الاحتفالات وهذه الأجواء الدينية والتاريخية والوطنية، نحضر هذا التدشين إضافة إلى ما سبقه في هذا الأسبوع وما هو في المستقبل إن شاء الله على الأبواب. ومسجدنا هذا وافتتاحه وتأسيسه الجمعة فيه تزامن مع خيرات وبركات، ومنها ذكرى المولد النبوي الشريف، وهو مولد سيد الكائنات وأشرف المخلوقات وخاتم الرسالات صلوات ربي وسلامه عليه، كذلك ذكرى اليوم الوطني للإمام، وهو تأسيس من سيادة الرئيس ليحتفل ويهتم ويعتبر هذا الإمام الذي هو من العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء يجب احترامهم واعتبارهم.